واحد اخويا صراحه اخر دوار، راجل طيب من احسن الناس عندنا في المنطقه. هو امين المال عندنا في اتحاد ديال الجمعيات الرياضيه مولاي رشيد، رئيس جمعيه الشباب المستقبل، كندير معاه نائب رئيس اتحاد جمعيه مولاي رشيد، رئيس جمعيه الطفل الاخضر للرياضه. صراحه مصدومين الموت ديالو، جانا فاجعه بصراحه، لان البارح 12 ديال الليل كنديو حنا في الجروب وكيدوي معنا هو، عطانا واحد الاشاره ولله الحمد، لعل وعسى تكون موعده للناس كاملين. عطانا واحد الاشاره على انه بحال كيتوادع معنا، انه عنده واحد الحرقه في المعده وكيطلب منا باش نتجمعوا، وكيطلب منا باش نترموا مع بعضياتنا ونتجمعوا في اقرب العاجل، نكونوا مجموعين. يعني قال لنا اليوم قبل من غدا. علاش؟ قال لك باش نشرفوا المنطقه ديال مولاي رشيد. تلقينا واحد الخبر ماشي ساهل، باش السيد كان معك البارح والصباح تشوف السيد بانه تشوف ما هي الدوام لله، ولاني داك السيد فقدناه لانه فم بلا عار. اي مشكل كان في المنطقه كيتدخل، كانوا ابناء المنطقه مناقشين ضروري ما كيتدخل بخيط ابيض، عمرنا شفنا فيه شي حاجه خايبه، ما عمرنا الاولى والاخر. الله يرحمه والله يصبر الاهل ديالو، والله يرحم ليه والديه، حتى هو مسكين حتى هو مرات توفاو. وداك السيد راه فقداته المنطقه، لا في الساحه الكرويه لا في الساحه الجمعويه لا في كل شيء. اخر لقاء ليا كان عندي واحد المشكل، وجا عندي للدار مع مسكين كيجيب الوالده لها مسؤولين. طلعت للدار لقيته مسكين مريح هو والوالده، كيهضر اخر كلمه قال لي كينصح بيا كواحد من الابناء ديالو، ويقول لي الله يرضي عليك، اخر مره غادي نبقى نشوفك دير هذا المشكل، واخر مره نبقى نجي عندك للدار ديالك. الكلمه الاخيره اللي هي اللي اثرت عليا وعلى الوالده مسكينه في النفسانيه ديالها. الله يرحم، الله يجدد عليه الرحمات خويا ابراهيم، الله يجدد عليه الرحمات. يعني في هذا النهار هذا كنتمنى، وفي هذه الساعه هذه كنتمنى ليا ان الله يغفر لي والله يرحمه والله يتجاوز عليه. يعني في هذا الوقيته الان راه كيتسال، والله يثبتوا عند السؤال، الله يثبتوا عند السؤال. والاخ بجبور هو غني على التعريف ومعروف يعني بالسماحه ديالو وباللطف ديالو وبالادب ديالو. يعني بزاف الحوايج اللي عطى للمنطقه ديال مولاي رشيد، كنتمنى انها تكون في الميزان الحسنات ديالو. كاين بزاف الحوايج اللي ما غاديش يعرفوها العامه، وما غيعرفوهاش الا بعض الناس اللي هما تعاملوا واللي كان معنا في يعني في النضال داخل المنطقه ديال مولاي رشيد. بزاف الحوايج اللي قدرنا نحطوها يعني اونسومبل يعني مجموعين، والله انها تكون في الميزان الحسنات ديالو، والله يغفر لنا ولجميع المسلمين. لقينا الخبر زعما فاجعه اللي لحقات بمنطقه مولاي رشيد حقيقه، مؤطر ريادي وفاعل جمعوي بامتياز، وكما قلت شهاده اشهد بها الله سبحانه وتعالى، شخص مسالم، كان من خيره الشباب. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرحمه في هذا النهار. كما قلت والله العظيم يعني اللقاء ديالي الاخير معاه هو توقيع من اجل مسجد التقوى، يعني مشى هو حاط واحد البصمه من اجل هذا المسجد ديال التقوى، من اجل باش يكتمل في الاصلاح ديالو. وهذا كنتمنى من هذا الميساج يوصل لجميع الغيورين ولجميع الاخوان والاخوات المناضلين والمناضلات، بان هذا الفاعل الجمعوي يعني جاء عند عبد ربي من اجل باش يعطي التوقيع باش يساهم في الاصلاح ديال هذا المسجد، الله يجعله في الميزان الحسنات ديالو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والله يرحمه في هذا النهار ويتقبل منا ومن صالح الاعمال.